يا هلا حياك الله. أول شيء كيف شايف الرسالة التنظيمية لنتحد معا ضد حمى الضنك بحكم أنك مشجع؟ استفدت منها؟ والله رسالة توعوية، يعني عرفنا أشياء ما كنا نعرفها عن قبل عن حمى الضنك، وشيء حلو يعني دخلوا في الأحياء وفي الكورة، يعني شيء ممتاز. كيف شايف المستوى الفني في هذه البطولة؟ مرايات؟ يعني مستوى مقبول طيب يعني. وين العتب؟ العتب وين؟ العتب يعني أنه ما في إعلان عن البطولة، يعني ما نسمع عنها، يعني المفروض يكون فيه في الأحياء في إعلانات عند الإشارات نسمع يعني أكثر. في إعلان يعني من ناحية إعلامية في صحيفة، في صحيفة رياضة وقناة خالد بازيدان، بطولة يعني على 3 مليون إيميل ما وصلت لنا يعني، بس الحمد لله يعني حلوة، يعني حلو ان جينا. يعني ما فريق تنحاز له في هذه البطوله؟ والله ما اعرف ولا فريق صراحه. اهلا وسهلا فيكم. تلاعب القلعه السابق صح؟ كنت اول العب مع نادي القلعه، بس بحكم اني تعينت برا مكه تركت الكوره. يعني كيف شايف مستوى فريقك في البطوله؟ عندكم انتصار وهزيمه. صراحه بالنسبه لمستوى القلعه تطور افضل من اول، يعني كان ما في دعم، الحين الحمد لله انتشر الدعم وصار العدد كبير، فالحمد لله مستواهم تطور الى الاحسن الحمد لله. وأداهم في المباراة هذه؟ بالنسبة لمباراة اليوم بحكم الإرهاق اللي هم أمس كانوا عندهم مباراة في جدة، فأدى إلى أنه طاح من الصوام شوية، لكن إن شاء الله هنقول الدقائق الأخيرة إن شاء الله تجي أهداف إن شاء الله. سمعنا أنك ما شاء الله عريس. إي والله إن شاء الله، الله يحييكم يوم السبت في قاعة مملكتي، وحضوركم شرف لي والله. كيف شعورك يعني؟ متحمس أكيد. والله استنى بفارغ الصبر زي ما يقولون يعني. القفص الذهبي إن شاء الله، كلكم إن شاء الله تدخلون القفص الذهبي هذا وإن شاء الله. أخي كثيرين إحنا نخلص لك العشاء. ما أسمعكم. قول نخلص لك العشاء ممكن كثير. آه بالعكس، يعني شرف لي إنكم تحضرون لهذا الزواج، الله يحييكم. الرفاء والبنين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. الله يحييك. تشجع من فالمبر؟ أشجع القلعة، الحارتنا يلعبوا هنا. كيف شايف أداء عيال الحارة؟ عاجبينك يعني؟ يعني نص نص، هجمات هنا وهناك، بس إن شاء الله نقول الفوز بالقلعة. داخل الفيصلية فريق صعب، فريق عنيد، جايب دوري الشاطئ أمام أكاديمية نور. صح إنه فريق قوي، بس إن شاء الله نتمنى القلعة يفوز 1-0. وش بك جالس لوحدك كده بعيد عن الملعب؟ ولا الرؤية من بعيد أجمل؟ والله أول يوم، ولا أدري إنه في دوري هنا كمان، يعني أول يوم. طيب بطولة تنظم من الشؤون الصحية من أجل القضاء على حمى الضنك وتوعية المجتمع، كيف شايف رسالة البطولة التنظيمية؟ والله إن شاء الله تكون بطولة حلوة، وإن شاء الله من أحسن لأحسن، نتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. فرق كبيرة مشاركة، تنحاز لمين أنت؟ والله زي ما أقول لك، أنا أول يوم وأول مرة أجي أتفرج كمان يعني، وأنا ما سمعت صوت المذيع ووقفت. إن شاء الله أتمنى لك أنك تستمتع وتجي الأيام الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. والله الفيصلية كيف أداهم مباراة؟ الفيصلية قبل المباراة عندهم هزيمتين، سبب أداهم في البطولة بشكل متواضع هذا؟ والله قدموا مستوى بس ما في حد صراحة. مباراتين يعني مباراتين اللي راحت لعبوا، بس ما الحظ ما ساندهم. تعتقد انهم ما استعدوا البطولة بالشكل المثالي وما؟ والله الحظ ما كان مو متوفقين كانوا في البطولة، لكن قدموا مستوى وضغطوا هذا، لكن ما سجلوا. بعيدا عن ميولك، ترشح مين لتحقيق البطولة؟ والله يا رشح العرين، العرين إن شاء الله يتوفق ويأخذ البطولة. شكرا. نحن جايين مع فريق القلعة، بس شكلهم يمكن ثالث مباراة يتعادلوا. القلعة عندهم فوز وهزيمة. ما عندهم هزيمة. عندهم تعادلين وفوزين. البطولة 3 مباريات. والله. عندهم فوز وهزيمة، عندهم فوز وهزيمة. طالب الدوري حق جدة كمان. الدوري الثاني. كيف يعني متعك فريق القلعة ولا المنتو والفرموزة بس؟ ها والله صراحة المنتو والفرموزة ما يحتاج من المحل اللي جنبك من هنا. احنا ما لحقنا لآخر الشوط الثاني صراحة. كيف شايف أداهم في المباراة؟ والله شايف العيال شوية مرتبكين ولا متوترين. واحدة فيها ايه شو قال لك ده مباراة. انتهت بالتعادل السلبي كمان. ما انت راضي على أداهم؟ والله ماني راضي صراحة مرة. صراحة ماني راضي على الأداء. العيال متوترين ولا داخلين يا سهرانين يا مواصلين.
بس ان شاء الله يعوضوها ان شاء الله الشباب في المرات الجايه. حياك. البطوله تنظم تحت شعار لنتحد معا ضد حمى الظنك، انت كمشجع كيف استفدت من الرساله التنظيميه؟ والله الرساله التنظيميه جيده والحمد لله وفاهمين من الرساله، وان شاء الله تكون عبر الجمهور واللعيبه. مع من انت في البطوله؟ والله مع الفيصلية، والفيصلية عاد إن شاء الله اليوم نشوف الفاصل بينهم. الفيصلية ودع على ما أعتقد، بس نشوف اليوم إيش النتيجة وربك يسر إن شاء الله. فريقك ودع، ترشح مين في هذه البطولة؟ والله نرشح اللي يلعب، اللي يلعب هو إن شاء الله اللي يأخذ البطولة. لا شفت المباريات كلها عشان تتكلم، هو اللي قصدي يرشح. واحد ما شاف المباريات كلها ما يقدر يرشح أي فريق، لأنه صعب يجيك مباراة واحدة ويقول لك لا برشح فريق فلاني، ما ينفع. كنا يرشح بالنية؟ لا السمعة هجرة يكون ممكن يجيب البطولة، لكن الكورة ما عاد فيها سمعة، هي هذا في الملعب، اللي إذا ملعب لو أي فريق ما مشكلة. كيف شايف الرسالة التوعوية من أجل القضاء على حمى الظنك؟ والله صراحة الرسالة ناجحة 100%، والحمد لله استفادوا من الجمهور، استفادوا من اللاعبين، وهذه مفيدة للجمهور والشعب السعودي كله. يعني أنا ودي أتمنى أنه دائما في رسائل بالأسلوب هذا، خاصة في الرياضة ومع الشباب يكون بالأسلوب هذا والطريقة هذه، لأنه حتى أصل للمواطن أسرع.